اللي قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك دم عيونك تقشع هون بغير عيون. وقت اللي قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك دم عيونك تقشع هون بغير عيون. تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير برر أغلاطك منك قادر صح تكون. تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير تبرر أغلاطك منك قادر صح تجرح الناس شو ذنبهم يتجرحوا والإحساس بيفقد عندك مطرحه. تجرح الناس شو ذنبهم يتجرحوا والإحساس بيفقد عندك مطرحه. بتعيش عقدة ذنب صراع له قلب بيتغير مفهوم الحب وبيبطل عندك مفهوم. ضميرك بتحطه بخانك اسمها عذبني زماني وبتصير ظالم واناني وبذاتي وقت مظلوم. شيرين لو سمحتي بدي مي بسرعة. يلا يلا. للأسف أخطأ معه ضعف في عضلة القلب. أي جهد زايد أو حتى انفعال قوي ممكن يعرض حياتها للخطر. قلبها ما رح يتحمل. أنا بساعدك. بس ولا تساعدني لأني مريضة يعني. خلاص فهمت. ممنوع حب، ممنوع أتجوز، والليلة اللي بتجوز فيها رح موت، ممنوع أصير أم. مين قال هيك؟ مين قال هيك؟ شو مين قال هيك؟ العلم، الطب، والحقيقة اللي كنت اهرب منها من انا وصغيرة. شايفة هدول؟ متل رجلي
هدول التقارير؟ هي الصور؟ ما بيهموني. هذا مو صحيح. الله وكيلك هذا مو صحيح. الصحيح انك انت قوية وقلبك قوي ونحن كلياتنا بناخد قوتنا منك. عم تسلب علي اني قوية؟ لا والله ما عم تسلب عليك، هي الحقيقة. أهم شيء هلا انه ما حدا يعرف بهي القصة. الشفقة موت بطيء. انت بتعرف علاقتي بكرامتي. حتى يقول لك الدكتور رح عايش. قال لي رح تموتينا كلياتنا وتضلك عايشة. يسلم لي رب هالابتسامة. شايفة هي الابتسامة؟ لازم ما تفارق وشك أبدا. هي الابتسامة هي اللي بتلبق لك. لا تتركني موت لحالي. بدي موت على إيدي. اسمعي ولي، اسمعي منيح. ما في قوة بالعالم تخليكي ما تحبي وتتزوجي وصير عندك بيت. تفهمي؟ أنا بإيدي بدي أشتري لك فستانك الأبيض ولبسك يا سمعاني؟ أنا خايفة، خايفة. ما بدي مستشفى. تعرف شو أبشع شي بالدنيا؟ إنه يكون حدا كل هالقد قريب عليك وما عمين لك الحقيقة. شادي أوس وينه وينه؟ روقي كرمك إذا بتريدي روقي تعال وصلك على البيت. طيب حأنطرك برا بس روقي ناطرك. يا تقبرني يا تقبرني يا أخي. وينك يا عمري انت؟ تفضل يا عم أوس، امسك يا ابني، دول اللي أنا قدرت أأمنهم لك. شكرا يا مكرم، أنا رح أخذهم بس حقيقة أنا مشي الحال. لو عايز تاني قول أأمنك غيرهم. لا 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 أبدا، أنا كان عندي مشكلة بالفيزا كارد، شوي حكيت على البنك ومشت الأمور. حتى قبل ما اجي سحبت شويه مصاري. انا حاخذهم بشرط اني ارجع لك اياهم بعد فتره. بس لو عوزت تاني هتقول. اكيد. معقول اكذب عليك يعني؟ ماشي يا عم، قول لي بقى انت عامل ايه؟ انا محضر لك النهارده حته دين سهره وانا لا دخيلك، انا ما خرج سهره ابدا. لا انت فيك حاجه، مش ده أوس اللي انا عارفه. انا عندي شويه مشاكل صغيره عم حاول حلها بالشغل، وحقيقة ما في مزاج يعني للسهر. انت قلت لي انك سبت الاوتيل، رحت اوتيل ثاني ولا ايه؟ لا تركت الاوتيل لانه مالي مرتاح، وانا الظاهر انه اقامتي حتصير اطول شوي بمصر، فافكر انه اخذ شقه مفروشه يكون احسن. بس كده؟ طب يلا بينا. لوين؟ يلا بس قوم معايا بس يلا.
هادي يا ستي ال 24 ساعة وهو ما اتصلش. طيب همشي أنا بقى وأسيبك تشتغلي. أشتغل إيه وإحنا واقفين لأجل غير مسمى؟ ممكن تبطلي الكلام ده مش وقته؟ أنا برضو مش متخيلة إنك ما خدتيش رقمه. لا ما خدتوش. هو أنت متخيلة إن المنتج هيفضل قاعد مستني جنبك تليفون من واحد عمرك ما شفتيه غير مرة وما تعرفيش عنه أي حاجة غير إن هو اسمه أسامة؟ لا أعرف عنه حاجة كمان، إن هو اللي هيكون بطل الفيلم وهو اللي هيصوره. مساء الخير ماما. مساء الخيرات. شبك يا امي؟ ما في شيء، تعبانه شوي ولازمنا. ما بدك تتعشي؟ تعشيت بالمكتب. تصبحي على خير. انت من اهله؟ نفسي. وهنا الحمام، وهنا بقى المطبخ يا ريس، واوضه النوم بقى عشان في صالون تاني جوه برضه، وفي ساعه كبيره عشان لو حبيت تعرف اوقاتك ومواعيدك وتظبط نفسك. ها ايه رايك بقى في الشقه؟ عجبتك؟ منيحه. ايه منيحه دي؟ لا دي شقه هايله. خلاص هايله. وفي نفس الوقت هاديه وقريبه بقى من كل حاجه. الله يبارك فيك يا رب. طيب شو مشان العقد؟ انت ايه هتزعلني منك ولا ايه؟ العماره دي كلها بتاعتي والشقق اللي فيها انا باجرها. على راسي، يعني راسي عمارتك والشقه بتاجرها، بس انا بكون مرتاح اكتر اذا بنعمل عقد. يا عم بقى نبقى نتفق بعدين، انا هسيبك دلوقتي تريح وابقى اكلمك ان شاء الله. مكرم، الله يخليك يا فندم. انت شوف قديش بتاجرها وراعيني، انا ما عندي مشكله. يا عم مفيش مشاكل، امسك بس، امسك ادي المفتاح اهو. بقول لك ايه؟ اوعى تجيب نسوان في الشقه، العماره كلها عائلات. بس لو جبت ابقى اعمل حساب اخوك في واحده. سلام. شكرا حبيبي. نسيت معايا ده في العربية. شكرا. تصبح على خير. مع السلامة. مع السلامة. Thank you.
القمر لسه صاحي ولا ايه؟ استني ايه؟ وانا اقدر انام من غير لما اشوفك وانت راجع سكران؟ يا حبيبتي هو جاز واحد بس، بس يعني كبير شويه. هتفضل طول عمرك تايفه. نفسي تبقى مره واحده راجل. انا راجل غصب عنك. هو فين الراجل ده؟ هو انت حتى قادر تدفع ايجار البيت اللي احنا عايشين فيه؟ ابقى وريني بقى يا حضره الراجل هتعمل ايه لما نترمي في الشارع. خفيش يا روحي، مش هنترمي في الشارع وانا هدفع الايجار. تعالى هنا، مش هتدخل الاوضه دي لما تفوق من القرف اللي انت بتشربه ده. اقعد بقى فكر لنا في حل في المصيبه اللي احنا فيها. نفسي اشوفك راجل، نفسي احس ان انا متجوزه راجل. تحب اوريك انا راجل ازاي؟ واضح قوي. قصدك ايه بقى؟ قصدي ان شيرين كانت ذكيه جدا لما رميتك بره حياتها. عارف ليه؟ عشان انت ما بقتش نافع لاي حاجه. يعني كفاية. اخص عليك اخص. صباح النور. عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله. الحمد لله. يا ترى رجعتي التسويق امبارح؟ كله حفظته. طيب تمام، برافو عليكي. طب بصي، أنا كنت عايز أطلب منك طلب كده. ماما كانت ادتني رقم تليفونها وللأسف ضاع منه، فكنت عايزك تسجله لي. بس ماوي تليفونها مقفول طول الوقت، فهكتب لحضرتك نمرتي؟ لا لا، أنا عايز رقم تليفون ماما عشان ننسق مع بعض الدروس. ميرسي يا شمس. شمس، قلب وشك على الصبح كده ليه؟ مفيش حاجة. لا، في، هتحكي لي دلوقتي ايه اللي حصل؟ ايناس، مش عايزة اتكلم دلوقتي، بعد شوية. اوكي، احنا اول محاضرة عربي، هتتبسطي لما تطلعي فوق. مش هحضر المحاضرة. يعني ايه مش تحضرين محاضرة؟ ثانية واحدة، مش هحضرها. ايوه بس دي محاضرة مستر تامر، عشان كده بالذات مش هحضرها. وحصل حاجة انا مش عارفاها؟ احكي لي ايه اللي حصل. عملت ايه في نمرتك القديمة؟ ما عملتش، رميتها. كويس، عشان اديتها لواحد سخيف. بتكلمني ليه على الصبح؟ وايه المشكلة يعني ان الساعة 11؟ ايه؟ مين؟ ايه؟ المنتج؟ ماله؟ لا، اجل المقابلة دي لبكرة. قلت لك اجلها لبكرة، مش عايزة اسئلة كتير. يلا باي. فظاعة، وينك يا رانيا؟
لا حياتي جيت على الشغل. مش انت امبارح فقست لي السهرة ورجعنا بكير؟ قمت فقت مرتاحة ونزلت على البوتيك. ما بدها سؤال إذا بدك تجي تشرب قهوة، أكيد فيك تجي. وشوف كيف بدك تراضيني، إيه؟ آخذ على خاطري، بدك تعوض لي عن السهرة، اصطفل. يلا ناطرتك. أنت؟ شو في؟ هاي نورما. في شيء؟ قريبة من هون قلت بجي بشرب قهوة أنا وياكي. بس ما لحقت تشتاقي لي بعتقد. شو في نورما؟ لا ما في شيء، بس إنه هون محل شغل يعني وما عندي وقت للزيارات. أنا قلت إنه نشرب قهوة سوا. بعتذر بس عن جد عندي شغل. عفواً بس بيت الست أم علاء وين؟ هون بالطابق الرابع. طيب شكراً. مرحبا. أهلاً. الأمر إلكم. شكراً. بس مين حضرتك؟ أنا اسمي هيفا. الحقيقة أنا رفيقة جمال وحبيت اجي. مرحبا. بعتتك حتى تتوسطي لها؟ ليكي بتقولي لها ايه رح خلي عطاما يدخ دخو بالحبس. بايدي هي بدي لف حبل المشنع على رقبتها. الله معك. تفضلي. قولي ماما شوي بلا جلسة. لو سمحتي لو سمحتي بدي اعتذر منك على اللي صار. بتعرفي الماما واعصابها تعبانين. اللي صار منه هين. اكيد انا بقدر. ما له هينه العمر الكم، بس ممكن تفهمني شو اللي عم يصير؟ جمانة وين؟ انت بتعرفيها منيح لجمانة؟ جمانة رفيقتي. صار لي كم يوم عم اتصل فيها وموبايلها مسكر. شو اللي صاير؟ جمانة بالسجن. بالسجن؟ جمانة ما لحدا؟ ممكن تحكي لي شو عم يصير؟ هي المتهمة بقتل خيي علاء. مستحيل. عن إذنك. الله معك. كل شيء بده لحظة حتى يتغير. بلا صوت. اي شو عم تعملي؟ ما تقطعي لي تفكيري. عن جد شو عم تعملي؟ عم بكتب قصة فيلم. تقري؟ ليه خلصتي؟ لا بعدني بأول. انت مدري شو عم بصير معك؟ اي قلتي كل الحيطان رح يكفوا وتخلصي. مش مهم الحيطان يكفوا، المهم انا يبقى عندي ايام حتى اقدر كفي. تعطيني وعد؟ شو؟ اذا صدر فيه الحكم بتكفي عني؟
احكي لك قصته. اسمعي ما بدي اسمع شيء. شو رحت قلت لها؟ ما قلت لها شيء. لكن لوين فليت لمن هي راحت؟ طلعت لشوف اذا بتحكي مع حدا من الجيران او بتساله شيء. نبيل ما تكذب على امك. قلي شو قلت لها؟ ما قلت لها شيء. وقت طلعت كانت فلت. عيب الشوم عليك بس. لو على مطرحها كان عمل هيك. كان كذب علي؟ ولا يوم كسر لي كلمتي، ولا مرة عمل إلا اللي أنا بدي. أنت وخيك لا، أخذ همكن أنا. فاضيه؟ انت شايفه ايه؟ شايفه المشهد اليومي بتاع كل يوم؟ محتاجين نغير؟ في حاجه مهمه؟ هي مهمه بالنسبه لي يعني، مش عارفه بالنسبه لك ايه. اوكي، قدامك 4 دقايق تقولي اللي انت عايزاه فيهم. ياه 4 دقايق؟ مش كتير شويه عليا؟ بقوا 3 دقايق. دي مش طريقة حوار على فكرة. دقيقتين يا شمس. هقول. أيوة يا ألو يا أستاذة شيرين. المنتج مصر إن إحنا لازم نرجع نصور بكرة. هو مين المصر؟ صدقيني إحنا كده هنتبهدل. وأنا مش بساهم في شغلي يا آدم. أيوة هو بيقول إن هو عايز يلحق المهرجان. وأنا مش هصور لما أعرف مين البطل اللي هيقف قصاد كاميرتي. الوقت كده مش في صالحنا خالص. مش عارف إحنا مستنيين إيه بالظبط. وبعدين هو لازم يشوفك النهاردة. اجل ميعاد لبكره. حاولت والله معاه كتير، بس لازم يقعد معاك النهارده، عايز اجمعك مع عادل. لا والله. اه والله. يا استاذه شيرين لو سمحتي لازم تحضري الميتنج النهارده، احنا كده بقينا في خطر. ممكن الفيلم يتكنسل عادي. لا انت ما سمعتيش صوته وهو بيكلمني كان عامل ازاي. ماشي. هفكر وارد عليك. طيب ماشي اوكي هستناكي. باي. ممكن نتكلم بقى؟ شو اسمك اليوم؟ نور. نور. يا نور إذا الواحد ما عنده حدا نعين له محامي، مش مفروض هن يعينون له محامي. الظاهر كنت تحضر كتير أفلام أجنبية يا حبيبتي. هالإشي بتصير بس برا. برا مش يعني برا هالحيطان، لا برا هالبلاد كلها، بالبلاد اللي فيها الإنسان إله قيمة. بس أنا ما بدي أطلعهم، أنا تعبت. يحكمونا يعمل بالدنيا، بس ما بدي ضلني هون. تعبت. تكرم عيني. هلا ما بتلاقيهم الا فتحوا الباب اجوا ياخدوك. لو انا اخذتني على بالي، انا ما قتلته، انا ما قتلته.
تعطلي هم. هلا بيردوكي. راحت طيفة؟ لا ما اجت اليوم. الكل رح يصدقك بعدين، بس هلا لازم تحكي لي كيف صار هيك. ما بعرف كيف صار هيك، اجا فات على البيت وهو ما كان منيح، ما كان منيح ابدا. شال الفرد وحطه بوجهي، طلع فيه تطليعه غريبه. فجأة رجع حط الفرد براسه، حاولت اخذ منه الفرد وصرت صرخ وصرت ابكي واترجي، بس ما رد علي. ما رد. وبعدين؟ قوص قوص حاله، قوص حاله. جمانة طلعي فيه منيح واحكي لي صح، مش اللي عم تقولي في حلقة مفقودة. يعني كيف هيك دخل حط المسدس براسك بعدين بآخر لحظة قرر ينتحر وقوص حاله؟ بدك تكوني صريحة معي جمانة. أي تفصيلة صغيرة ما بتتخيلي قدي مهمة لحتى أقدر ساعدك. أنا ما صار لي زمان بعرفك، بس بقدر الوضع اللي أنت فيه. لا تفكري باللي لازم تقوليه واللي لازم تخبيه، احكي وبس. ما قتلته، أنا ما قتلته. أستاذ عادل، طبعاً بلا شك أنت عارف إن إحنا كلنا بنحبك وما يرضيش أي حد هنا، ولا أنا حتى إن أي حد يزعلك. يا أستاذ عاطف، صدقني الموضوع مو إنه حد يزعلني أو لأ. طب يا سيدي، لما الموضوع كده أمال معطلنا ليه عن التصوير وما رضيش يكمل؟ أها، هلا صرت أنا يلي معطلكم؟ خلاص، إثبتي العكس ويلا نكمل من بكرة. يا أستاذ معلش يا جماعة، سلامتك. مش معقولة يعني قفلت على حضرتك مرتين عمال تتصل بيا، مين معايا؟ أنا أسامة. أنت فين؟ فيني أفهم ليش هيك عم تحكي معي؟ معلش يا جماعة ثانية واحدة. كنت حبلي، كنت حبلي وابني انقتل هون. تذكري خبرتي كنت حلمت إنه يكون عندي ولد، قد إيه اللي نطرته. هيدا آخر شي بقلي من على هلا راح، ما كان عندي وقت احسن عليه، وابني راح وليك حالتي. هيفا اخيرك طلعيني من هون، طلعيني من هون. انا ما رح اتركك حبيبتي، ما رح اتركك. وانا ما لي غيرك، انا عشت كل عمري يتيمه،
رجعت يتيمة. أنا ما رح أخذلك، رح أعينلك أهم محامي بالبلد ورح تطلعي ورح تشوفي. خلصت الزيارة. ظالم وأناني وبذاتي وقت مظلوم.